الرجال المغربي وتم التحرش الجنسي عليا وعلى والدتي وعلى اختي واللي راعي حالا خرص طار بركاتي لها محمية حشرة. اغتصبوها اغتصبوها. اين العالم؟ اين منظمات العالم؟ اين الصليب الاحمر؟ اين المفوضة السامية؟ اين الامم المتحدة؟ هذا العمل الهمجي، هذا العمل الهمجي اللي تعرضنا له فجرا فجرا وقهرا. غير كانت لهذا لا تقهر، كنا قويات صامدات ومازلنا صامدات ونقولوا للصحراويين في كل مكان رغم من الاغتصاب قدمنا عليهم من اجل الوطن. نحن عاطينا ارواحنا، عاطينا اجسامنا، عاطين عينينا، عاطين سنينا من اجل وطننا. لكاميرا فداء من اجل شعبنا ناشطوا احرار العالم والمنظمات الدوليه والحقوقيه في العالم عنهم ينقذونا وعن هذا الاغتصاب اللي وعد اليوم السلطانه دي محميه لها حشره باش تنكز عنها. هذا الاغتصاب اللي شعلوا اللي عذبوها به غير رقم المنزل. رفعت لهم العالم الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه وقالت لهم صامدون صامدون حتى النصر حتى الاستغلال حتى بنيان الدوله الصحراويه على قيام التراث الوطني. لا بديل لا بديل عن الحريه ولا الاستغلال. صامدون 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 حتى النصر حتى الاستغلال.